ما تخافش ما تخافش، مش هنضايقك، ويمكن كمان من هنا ورايح ما نضايقكش خالص. وحتى لو الكبير طلب ان هو يضايقك هنمثل قصاده ان احنا بنضايقك شو يعني، مش اكتر. هنضربك بس ضرب حنين. عايز ايه سليمان؟ عايز منه ايه؟ جرح بسيط في وشه زي اللي في وش ده. ربنا يحقق لك اللي بتتمناه يا حبيبي. وانا مالي؟ انت مالك؟ لا هتجيبه لنا لوحده في مكان هنتفق عليها انا وانت، خدمه صغيره منك قصادها خدمه كبيره مننا. برشاي يا عمر. حاسب يا عمر. كلكم حسابكم معي بعدين، جيبوه. مش حاجة أنا. ندى. عملوا فيك إيه؟ ما تخافيش أنا خارج قريب ومش هسيبك. خلونا نبلش الحين بالموضوع. انت بتعرفي عمر صح؟ وبيقول انك مرته، صح الكلام؟ انا اول مره اشوفه دلوقتي، انا ما اعرفوش. تعرفينيش؟ اللي انت بتقوليه ده، انا عمر جوزك. انا مش متجوزه. ممكن امشي دلوقتي؟ طبعا. تمشي تروحي فين؟ محدش هيمشي من هنا غير لما افهم اللي بيحصل بالظبط. هما ضغطوا عليك عشان تتكلم معرفتك بيا؟ ودولهم الحقيقه؟ ودلوا مني جوزك وإن لنا بنت، خديجة بنتنا ولا نسيتيها؟ أنا بصراحة مش عارفة هو بيقول إيه، وأنا فعلاً أول مرة أشوفه. مطلوب مني حاجة تاني؟ لا طبعاً، اتفضلي. شكراً. 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 ندى! 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 ظن هيك ما عاد في أي دليل بيثبت إنها مرتك. وانت مش عارف انك قربت تتسرح من هون، ليش عم تعمل مشاكل؟ والله ما عملت حاجه، ده عمر اللي كان بيتخانق وانا كنت واقف اتفرج من بعيد. وليش عمر كان بيتخانق؟ لا لا لا، مش هو اللي بدا. الواد ابو هشام اللي جاي جديد ده هو اللي كان عايز يقتله. انا شفته معاه سلاح سنه ومخبيه، انا شايفه من بعيد بعيني دي، وهو جاي ناوي الشر. خلاص، رح تقعد معانا هون كمان سنه من شان تبقى تعرف تعمل مشاكل منيح. حرام والله حرام، ما عملتش حاجة، والله ما عملت حاجة. شوف بقى لي معاكم كام سنة ماشي جنب الحيط، ده أنا كنت خلاص قربت أخرج وعايز أشوف مراتي وبنتي. والله حرام، والله حرام عليكم، والله حرام. خلاص يا زيدان بيكفي. إزاي نادى تعمل كده؟ إزاي تنكر إنها تعرفني؟ يا عمر أكيد متهددة، في حاجة خطر على حياتك وحياتها. في حاجة مش مظبوطة، بس أنا بقى دلبست في الحيطة، أزوده مدة عقوبتي،
شايفين ان انا لسه خطر على المجتمع عشان دفعت عنك. ما عملتش حاجه، انا كنت بتخانق. كبير الحرس وراهم الكاميرات من اول الخناقه وهم صدقوني. انت ايه اللي خلاك تدافع عني بس؟ يعني كنت اسيبك تموت؟ الغريبه يا اخي ان الراجل ابو هشام ده لسه داخل السجن كانه داخل عشانك مخصوص. هو فعلا داخل عشاني. تقصد ايه؟ سيبك منه دلوقتي، مهم كبير الحرس ده انا مش هسيبه في حاله. بلاش زعلك يا عميد وتعمل حاجه تاذيه. متقلقش مش هيشوف وشي كده. انا اللي هلبسها، انا اخر واحد اتاذى منه. انت هيبقى معاك حجتك انك ما عملتش حاجه. تفكر فيه يا عمر، هقول لك بعدين.